وكأنه بيجري بسرعة. احنا معاكم في مع ولا ضد المدرب الوطني ام المدرب الاجنبي خالد طلعت الناقد الرياضي متواجد معانا في استوديو 16. الوهات كتير طبعا لكن وقتنا ضيق قوي النهارده. بنحاول نكون معاكم في الحدث اللي اكيد بيشغل بال كل متابعي الكره، المدرب الوطني المدرب الاجنبي ايهما افضل. حسام البدري من الاسماء المرشحه، ولو جينا دلوقتي كتبنا كده وقلنا من الاسماء المرشحه هنلاقيها ممكن كابتن شوقي غريب، كابتن حسام البدري. لكن التصويت هيتم في الاجتماع القادم يوم الاربعاء، هيخرج علينا اتحاد الكره ويقول تم اختيار نقط المسؤول عن الكره المصريه في الفتره الجايه. ظروف حسام البدري ايه، او ممكن تكون لبعض نقول يعني ايه المرشحين ليه من خلال اعماله من خلال نجاحاته اللي تم بالفعل تحقيقها كابتن خالد؟ طبعا اكيد حسام البدري حقق بعض النجاحات مع فريق الاهلي ما نقدرش ننكرها، لكن شايف اختيار حسام البدري لو تم هيكون اختيار مع الدوري السوداني المريخ السوداني مع المريخ والدوري السوداني، لكن ده يعني ما اعتبرش انجاز. دلوقتي في ليبيا متصدر برضه مجموعته مع اهلي طرابلس، لكن برضه مع انبي ما حققش نجاح وخرج مبكرا من كاس الكونفدراليه. مع المديح رغم الفوز بالدوري لكن برضه خرج مبكرا جدا من دوري الابطال في دول 32، فيمكن مشواره اكيد فيه نجاحات وفيه بعض الاخفاقات كالعاده زي اي مدرب. لكن انا شايف اختيار حسام البدري هيكون خطا كبير، ومش شايف ان هو يصلح لمنتخب مصر في الوقت الحالي. يمكن المدرب او المدير الفني دايما بيتعامل مع اربع جهات رئيسيه، هم دول اللي بيتعامل معاهم، بيتعامل مع اللاعبين، بيتعامل مع الاداره، بيتعامل طبعا مع الجماهير وده شيء مهم جدا، ومع الاعلام. انا للاسف الشديد شايف كابتن حسام البدري من ناحيه التعامل او التواصل مع الاربع جهات دول يعني بيتعامل بشكل سيء جدا. علاقه حسام البدري بالجماهير غير جيده، وده كان واضح اثناء تولي ادارته الاهلي. جماهير الاهلي كلها ما كانتش بتحبه، كان في هجوم كتير عليه في بعض الاحيان، كان دايما على خلاف مع الجمهور. علاقته باللاعبين ايضا في النادي الاهلي ما كانتش جيده، يمكن بالعكس بعد ما مشي اللعيبه يمكن كتير اتبسطت، وعلاقه محمد يوسف افضل جدا مع اللاعبين ويمكن اقرب منهم من كابتن حسام البدري. مشكلته الاخيره مع اداره النادي الاهلي، يمكن ساب الاهلي بطريقه غريبه جدا، وساب الاهلي بسبب المقابل المادي الاكبر اللي هيحصل عليه في ليبيا، ويمكن حصلت مشكله ما بينه وما بين اداره الاهلي وحصل خلافات وبيانات متبادله ما بين الطرفين. اعتقد انه يجي دلوقتي يكون مدرب منتخب ويتعامل مع اداره الاهلي في ضم اللاعبين وكده هيكون في مشكله كبيره جدا. اخر حاجه مع الاعلام برضه حسام البدري ما كانش ناجح في التعامل مع الاعلام، دايما على صدام مع بعض الصحفيين والاعلاميين، ما كانش ناجح في الناحيه دي. فيمكن الاربع جهات اللي بيتعامل معاهم شايف ان هو ما نجحش فيهم. انا ده رايي الشخصي، يعني رايي الشخصي انا بقول لك انا مسؤول عنه. انا شايف يعني حسام البدري ما ينفعش المنتخب دلوقتي، يمكن قدام شويه برضه يعني يكون اكثر خبره اكثر نضجا يبتدي يتلافى السلبيات اللي عنده دي. لكن على العكس زي ما قلت لك شوقي غريب هو الاصلح والافضل في الوقت الحالي، وانا بقول لك من الكواليس ان شاء الله المدير الفني لمنتخب مصر المقبل هو كابتن شوقي غريب. ده يمكن انفراد برضه لاذاعه شباب الرياضه وللساده المستمعين.